إعلان أرفع إلى القبعة علامة تجارية سعودية لهم الآن أكثر من 50 سنة، الرواد في عالم اللحوم والدجاج، شركة أبناء علي التاروتي. اليوم مقدمين عروض قوية وأنا أقول فرصة شراء. مهتمين بموضوع النظافة والجودة والسلامة الغذائية والمواشي من مزارعهم إلى مسلخهم ومباشرة على الفروع. وعينكم على الملحمة، عينكم على النظافة والاهتمام، ما شاء الله تبارك الله. وهذه الدبايح نبدأ معاكم بالعرض الأقوى، أنا أقول هذا مو ترند ولا دبل ترند، هذا راح يكون ترابل ترند. لحم بقر بالعظم، سابقا سعر الكيلو 37.95 هللة وحاليا 29.99 هللة. هذا برجر اللحم بخلطتهم الخاصة، يقصدونه من كل مكان، سعر الكيلو 41 ريال وحاليا 34.99 هللة. طبعا هذا الصحن تقريبا نص كيلو. وهذا برجر الدجاج، وسابقا سعر الكيلو 42 ريال ونص وحاليا 34.99 هللة. ما شاء الله تبارك الله، تستمتع بطريقة العرض حقهم ما شاء الله تبارك الله. وهذا لحم المفروم، طبعا لحم المفروم اللي موجود عند التاروتي يتعنوله من كل مكان لان نسبة الشحم فيه قليلة جدا جدا جدا. سعر الكيلو سابقا 42 وحاليا 34.99 هللة. طبعا اذكركم ان هذه العروض فقط وفقط الين تاريخ 23 مايو. صدور الدجاج المتبلة، وسابقا 42.55 هللة وحاليا سعر الكيلو 34.99 هللة. كل امانة انا دخلت ملاحم كثير ولكن صالة عرض بهذه الطريقة لأول مرة. عينكم على طريقة العرض، من جد يا جماعة شيء خرافي. شوفوا كيف طريقة التصنيف حقهم. ومتخصصين في البلاك أنجس، تربيتهم ودبحهم ما شاء الله، وجميع التصنيفات موجودة. وعينكم على الرب آي، وهذا التيبون ستيك، وهذه الشورت ريبس، وهذا البريسكت، وما ننسى برجر الأنجس، هذا يقصدونه من كل مكان. وهذه باقي المصنفات من أوصال إلى ستيك، وهذه ريش الغنم، وجميع مصنفات الدجاج موجودة عندهم. كنت معاكم بفرعهم اللي موجود بالقطيف القديح، شارع أحد، شارع الهدلة، بجوار مزايا الغذاء. والعرض يشمل جميع فروعهم، فرع مزايا الغذاء حي الناصرة، وفرع مزايا الغذاء المجيدية، وفرعهم اللي موجود بهايبر لولو سيهات، بالإضافة إلى فرعهم اللي موجود بأسواق نهلة بصفوة. بعد السنابة هذه راح أحط لكم بوست، اعملوا له كابتشر.